وبشأن ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. سيد كامل، مرحبا بكم. يعني كما استمعت، مصادر صحفية كشفت عن تمكن الحرس الثوري الإيراني من إيجاد ربما مصادر جديدة للتمويل عبر العراق. برأيكم، هل تستطيع إيران الإفلات من العقوبات الاقتصادية الأمريكية؟ نعم، بالتأكيد أعتقد إيران لديها تجربة موضوع العقوبات وتستطيع أن تثبت منها، وفتحت لها تكاكيد وعقبات موجودة في الأرض في الخليج، ولا يمكن أن تؤثر عليها العقوبات، خاصة أنه الإدارة الأمريكية يعني ما عدا القابلية الكاملة أنه تحاسب المتعاملين مع إيران، خاصة كنا تجربة الأمريكان كانوا بحدود 500,000 عنصر بالعراق وما استطاعوا أن يحاسبوا رموز إيران الإكرامية، رغم أنه كانوا متهمين بقتل 500 جندي أمريكي في وقت. فكيف الآن أمريكا تستطيع أن تحاسب الموساد أو الدول التي تتعامل مع نظام إيران اقتصاديا أو سياسيا وهي عندها أذرع في المكان؟ طيب سيد حساني، كيف تتوقع رد فعل الولايات المتحدة حول هذا التحايل الإيراني، لا سيما أن إيران يبدو أنها استعادت قدرتها النووية؟ يعني بالنسبة إلى إيران، هي مر بلحظة تاريخية مهمة ومتمكنة من خلال وضعها العسكري ووضعها السياسي وأدراعها بالمنطقة. نعم. الأمريكان الآن هم ما عندهم غير أدوات عقوبات، وهذه تؤثر على مسار واتجاه النظام الثاني إلا في عملية حربية وصفها الرئيس الأمريكي مدمرة. وهل الأمريكان جاهزين لهذا الموضوع؟ أنا أشك. طيب سيد حساني، يعني في تصريح لوكالة الطاقة الذرية أكدت تجاوز إيران الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم، كيف ترى من جانب آخر رد فعل الاتحاد الأوروبي التي طالما يعني وقف مدافعا عن إيران ضد القرارات الأمريكية؟ ما هو موقفه الآن؟ الموقف الأوروبي هو طبعاً محرج أكيد، ولكن الذنب الامريكان ما يحملون المسؤوليه للامريكان، حتى الدكتورات داخل امريكا انه تتهم الاداره الامريكيه هي اللي وضعت نفسها بالبوكس صندوق، والان هي محرجه. يعني امريكا تعيد احراج ذات، فكيف تخيل الحاله مع دول اوروبا اللي لحد الان تلوم الجانب الامريكي اكثر من ملامه الجانب الايراني، ولهذا ايران تستفيد من هذا الإحراج وقدمت في موضوع مشروع التخطيط وربما طورت مشروع أخطر. سيد حساني، الرد من دونالد ترامب قال بأن إيران تلعب بالنار، هل نتوقع ردا عسكريا قويا من قبل الولايات المتحدة؟ نعم، إذا قرر الرئيس الأمريكي تدخل عسكريا بهذا الموضوع واستخدام الأدوات الحربية، نعم سيكون رد رادع وكبير، ومثل ما وصفها انه سيغير من شكل ايران الرسمي. هذا اللي مسموع، لكنه هل داخليا الامريكان جاهزين للحرب مع ايران؟ في الوقت الحاضر يعني احنا مراقبين لا نشعر انه جاهزين، لا من الجانب الرسمي ولا من الجانب الشعبي. من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لكم.